جينا طبعا نتكلم عن أعراض سرطان البطن، لازم نشير في البداية لأن المقصود بسرطان البطن مجموعة من الأورام أو السرطانات اللي ممكن تصيب أعضاء الجهاز الهضمي. طبعا هذه الأعضاء بتشمل المعدة، بتشمل الكبد، بتشمل الأمعاء الغليظة، بتشمل الأمعاء الدقيقة، بتشمل البنكرياس، بتشمل المرارة، وبتشمل المريء والمستقيم. كل هذه الأعضاء اللي احنا ذكرناها قابلة للإصابة بأورام سرطانية. بتحدث هذه السرطانات لما بتنقسم الخلايا التالفة أو القديمة وتتكاثر بسرعة غير مفهومة، وده بيؤدي إلى ورم خبيث في الخلية. طيب لو جينا نرجع لسؤال، إيه هي أعراض سرطان البطن؟ طبعا بتختلف أعراض سرطان البطن من مريض لآخر حسب مرحلة انتشار السرطان في الجسم وحسب العضو المصاب ونوع السرطان. فممكن يعني في معظم الحالات لا يشعر بعض المرضى بأي أعراض في المراحل المبكرة لبعض أنواع سرطان البطن زي سرطان المعدة أو سرطان البنكرياس أو سرطان القولون والمستقيم أو سرطان الكبد. بالنسبة للأعراض العامة لسرطان البطن، في طبعا ممكن تكون أعراض سرطان البطن مشابهة لأعراض لحالات مرضية أخرى. بنجد مثلا من ضمن هذه الأعراض الشعور بألم في البطن، الشعور بضعف عام، ارتفاع درجة الحرارة، حكة في الجلد، فقدان الشهية، تعرق ليلي، فقدان وزن غير مبرر، الشعور أو الإحساس بتورم أو كتلة في البطن، فقر الدم، البول الدموي أو اصفرار الجلد، أو ضيق في التنفس. في أعراض أخرى لسرطان البطن، ممكن طبعا بتأثر أعراض لسرطان البطن على الجهاز الهضمي وعلى وظيفة الهضم في جسم الإنسان. بنجد أيضا من هذه الأعراض الشعور بالانتفاخ أو اضطرابات في حركات الأمعاء أو الإمساك أو الإسهال أو الغازات أو الغثيان أو نزيف في المستقيم أو دم في البراز. طيب تأثير سرطان البطن وأعراضه المتتابعة بعد ما المريض يعاني أو يتم التأكيد على إصابته بسرطان البطن. ممكن طبعا علاج سرطان البطن يؤدي إلى ظهور أعراض أخرى زي الإصابة بالحركة السريعة للأمعاء. الحركة السريعة للأمعاء بيعقبها طبعا انتقال البراز بشكل أسرع، وبالتالي تقليل تكوين البراز وعدم امتصاص الماء والأملاح والمواد الغذائية بكفاءة بسبب سرعة حركة البراز. طبعا الحركة السريعة للأمعاء بتترافق مع أعراض أخرى زي التشنج أو الإسهال. ممكن أيضا من تأثير علاج السرطان على القناة الهضمية إن هو يسبب زيادة الحركة البطيئة للأمعاء في انتقال البراز بشكل أبطأ. يعني ممكن الأمر يكون حركة سريعة تؤدي إلى الإسهال أو حركة أبطأ تؤدي إلى الإمساك. وبالتالي ممكن يصبح من الصعب تمرير البراز أو إخراجه، وده بيزود من الإصابة بالإمساك، أيضا يؤدي إلى انتفاخ البطن نتيجة تراكم الغازات. كمان لو الإنسان عنده تاريخ أصلا طبي من عدم تحمل مواد معينة أو حساسية تجاه مواد معينة زي اللاكتوز، فبالتالي ده ممكن يترافق إذا هو مصاب بحساسية اللاكتوز مع علاج السرطان، ده يؤدي إلى زيادة ألم البطن أو التقلصات أو انتفاخ البطن. كمان ممكن العلاج الكيميائي أو الكيماوي للسرطان يؤدي إلى تغير البيئة البكتيرية الطبيعية الموجودة في الأمعاء، وده طبعا هيأثر على الهضم، هيسبب ألم في البطن، هيسبب تشنجات، وهيسبب غازات في البطن. ممكن أيضا العلاج الكيميائي يتسبب في أعراض
زي زيادة اضطرابات الأمعاء، وبالتالي ده يأثر على جودة عمل الأمعاء. فممكن زي ما ذكرنا الأمعاء تعمل بشكل أسرع من الطبيعي أو أبطأ من الطبيعي. كمان استخدام مسكنات الألم أو أي أدوية أخرى لعلاج السرطان أو السيطرة على أعراض السرطان، زي بعض الأدوية المثبطة للمناعة، ممكن ترفع من احتمالية إصابة المريض بالقرح أو غيرها من المضاعفات الخطيرة اللي ممكن تؤدي في حالات متطورة إلى انسحاب أجزاء من جدار القناة الهضمية، وبالتالي حدوث تسمم داخل البطن أو حدوث نزيف. بالنسبة لمضاعفات سرطان البطن، بتنتج طبعا مضاعفات سرطان البطن نتيجة النمو السريع للخلايا غير الطبيعية. ممكن طبعا هذه الخلايا تنتقل عبر مجرى الدم والجهاز الليمفاوي إلى مناطق أخرى من الجسم، وغالبا سرطان البطن بينتشر إلى أجزاء أخرى زي العظام أو الرئتين أو الكبد. بتتمثل طبعا مضاعفات سرطان البطن الخطيرة اللي ممكن تهدد حياة المريض في صعوبة التبول أو الإصابة باحتباس البول، ممكن الإصابة بتليف الكبد، ممكن يصاب المريض بانسداد الأمعاء أو تمزق جدار الأمعاء، ممكن يصاب بالتهاب في البطن أو ألم حاد في البطن. طيب إمتى لو الإنسان أصيب بأي اضطرابات معينة أو شعر بأمور معينة يجب عليه زيارة الطبيب أو المستشفى بشكل عاجل؟ إذا المريض بدأ يشعر بألم شديد أو مفاجئ في البطن، هذا الألم بدأ يستمر لفترة طويلة، يعني هذا الألم لا يختفي في غضون دقائق، خاصة لو كان هذا الألم الشديد مصاحب لبعض الأعراض، زي وجد المريض بالإضافة للألم اللي هو مش قادر يتحمله الشعور بتصلب في البطن أو الشعور بانتفاخ مفاجئ في البطن أو الشعور بإغماء أو ضعف أو دوار، أو فجأة المريض يعني بيشعر بألم شديد في المعدة أو في البطن، ويرافق هذا الألم تعرق بشكل مفاجئ وتعرق غزير، أو بالإضافة للألم اللي بيشعر به الإنسان في البطن الإصابة بارتفاع في درجة الحرارة، حمى بدأت درجة حرارة المريض ترتفع بشكل مفاجئ وبشكل سريع. إذا بدأ المريض أيضا بالإضافة للألم الشديد في البطن بالتقيؤ، أو سواء تقيؤ عادي أو تقيؤ مصحوب بدم، ففي الحالة دي لازم يتوجه للطبيب فورا. أو إذا أصيب المريض بفقدان الوعي، كل هذه الحالات حالات طارئة تستدعي علاج المريض أو نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، لأنها بتشير إلى مشكلة كبيرة في القناة الهضمية وبتأكد على الإصابة بسرطان أو مضاعفات، وبنأكد على مفهوم إن في أمراض كتيرة بتتشابه في أعراضها، فمش كل ألم هيشعر به الإنسان أو هتنطبق على الأعراض اللي احنا ذكرناها معنى كده إن هو مصاب بسرطان، إنما لا يتم تأكيد إصابة بالسرطان إلا بناء على تشخيص دقيق جدا بعد فحوصات دقيقة من الطبيب بيتأكد من الإصابة. طبعا أفضل فحوصات بتعتبر أخذ نسيج أو عينة لفحصها في المعمل. في النهاية بنتمنى السلامة للجميع، ونلتقي بإذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد.